السلام عليكم، خليكم تسمعوا هاد المعفنة هادي، راه قصت الحبس اخوتي. اتس اناف، شتنا هادشي بزاف 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 بزاف. لا لا لا، شكون تعمي يا الحمارة؟ شكون اللي كيصيفط لك فلوس باش تنوضي تعيري؟ عاد ديري المصايب وقول لهم هرمونات، وقول لهم راك مصطية كتاخذ الفانت. لا لا لا، قاصك تمشي للحبس. لا 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 لا، انت ملي كيوصلوك الشريالات كتخرجي ولادك كتساري بيهم كتوكليهم في الريستورات، ملي كتسالي كيقولك اتاك وكتحيد الفيديو اللايفات. شكون هما هاد القنوات؟ كلكم تافهين، كلكم تافهين. خلينا في الموضوع، داكشي اللي كاين، حنا دابا دايرين الموضوع، فهمتي؟ حنا تنهضروا على الموضوع، خاص الانسان يكون ديالاش هاد الموضوع. كانوا دوك البنات صغيورين ودوك اللي باغيين يتفلاو سيرتو هاد القاولين تنكركر وعيطوا ليا. دابا انا باغا ندخل في الموضوع جدي، فهمتي؟ دابا حنا خصنا نشجعوا الرئيس ديال كوريا الشماليه. ايه، سمعوا اخوتي، ما فيهمش الرحمه، ودوك المسلمين راهم ماتوا دابا، بقاو المجرمين. انت هي المجرمه، وتابعين فيصاليين ديال البلاد، انت هي المجرمه، وانت خاصك الحبس. وفينك الجوك؟ وحنا كنتسناو الدعوه ديالتك معاها، ولا بغيتي تطلع الخت بنعال عمرتي طلع لها القناة واللي كيدعي. اللي كيدعي كيبين الورقة، ما كيدعيهاش في مراكش، هي كتسكن في طنجة. ولا أفلام ديرينا كاملة، كلكم خوانة ديال البلاد. شكون هما الأعداء ديالك؟ الخايبه هي ما يكونش عندك اعداء تتولي طالقه، عرفتي؟ ملي كتعرف ان عصابه وان كل شيء كيتسناك طيح، عاد كتنوض انت تشجع. خوتي هادي راه واحد الفيديو معايره فيه المليك، علاش عم شجلها واحد الوحده ولكن حاطه حتى هي صوتها فيه. غنحاول نلقاه وغادي نحطو ليكم، راه محيداه. لمك هطيحي والله يا يمك تغتمشي للحبس. الخيبة هي تعرف راسك ان ما عندك لا عدو ولا والو. لا يمك غادي للحبس. ملي كتعرف كلشي كيتسناك طيح، كتحضي راسك مزيان، حدي راسك مسطي. لا لا، القانون لا يحمي المغفلين، داروها شطر منك وبشو الحبس، داروا راسهم مسطين. وليداتنا محسن للآخرة وللدنيا، عرفتي شكون اللي بقى دابا؟ دابا بقاو ها قوم لوط، قوم قريش، مبقاتش الثقة. راه والديك تجلسي معاهم ويديرو لك السم، حنا في علامة الساعة الكبرى، فهمتي؟ وهاد الحرب هادي اللي غتنوض دابا، تنوض على مك إن شاء الله، يا تنوض على مك إن شاء الله. قالك ملي تشوف الزنازل وتشوف الحرب عرف علامة الساعة الكبرى، راه مزيان يسافر. لا راه ساعتك قربت.
واش عارفه ان دابا وان شاء الله تكون ساعتك قربت ديال بصح، ما يكونش داك الجوك دير معاك فيلم ولا اللي عنده الفلوس هو اللي طاغي كما كان دايره مع الزروالي وباع الفيستالي على قبل باش يطلع القناه ديالته على جوج فرانك. فين هي الشريعه ديال الله؟ فين هو اللي قاتل خاصو يتقتل؟ اللي زاني خاصو يترجم حتى يموت؟ انت خاصك تجر ديري، لانك ملي كانت عندك 12 عام وتزانيه علاش ما كاينش؟ فين هي الزوجه؟ المغرب كامل داز فك، حسبوا شحال من واحد ملي كانت عندها 13 عام. جيك ان شاء الله الساعة. من اسعد الناس انني نموت في داري مع وليداتي، غنكون من اسعد الناس. عرفتي نهار غيصيفط الصاروخ وغيجي للمغرب والخرا كامل غيمشي، وانا غنموت غطيح عليا الدار انا وولادي وغنموتوا شهداء، واحسن ليا ما نبقى عايشه هكا انايا. اختي انت اللي كتقولي هاد الهضره، انت باقا ما تحتيش في ولاد من ماكش خاصكم الدنيا وطيحي في ولاد الحرامه. مال مكش خاصك، واكلين شاربين كديروا اللايفات كتدخلوا الملاير من اليوتيوب، اش خاصكم يا المعفنين اللي حاقدين على هاد البلاد بهالطريقه؟ اش خاصكم؟ واحد السيد بينو في الصحافه قال لي انا باغا نمشي للحبس، راجل كبير عيط للصحافه وقال لي انا بغيت نمشي للحبس، قال لي ممكن نمشي عند بويس باش يديوني الحبس، ما بغاوش يديوني. قالوا لي علاش؟ قال لهم انا يا وحداني، ما عندي عائله، ما عندي ولاد، ما عندي خوت، ما عندي حتى واحد. احنا في زمن خايب وما كرهناش، ما كرهناش يتفرت كان صراحه. والله الا شي واحد القرار قال لك انك غير كذا اتش من دعم. شوفي شوفي انا انا عطيك الهنا اللي تربك الملك ديالك كلشي تفرح بيه الا انا. شوفي راه المغرب راه ما بغينا لا دعم، ما بغينا فلوس، ما بغينا ديور، ما بغينا والو. واش بغيتي؟ علاش كتضاربي؟ الامان ما كاينش. اش من امل بغيتي اكثر من اللي عايشه فيه؟ اش من امل وانتم دايرين كلشي اللي بغيتو في المغرب وما مانعينكمش؟ وحسن من الفيلا، حسن من الدار، حسن من كلشي. المغرب ما فيهش. اشنو بغيتو اكثر اللي عاطينكم؟ تريتو، شربتو، كميتو، درتو الجوانات، شميتو، اش بغيتو كتر؟ خدامات في اليوتيوب كتعر، اش بغيتو كتر؟ اش بغيتو كتر؟ كل شي درتو وما داروا لكم والو، عيرتو الدولة وما داروا لكم والو، عيرتو الملك وما داروا لكم والو، عيرتو للوالدين وما داروا لكم والو، اش بغيتي كتر يديروا لكم؟ ولكن خاصكم تربوا وتمشوا للحبس، ما ينوضوش شي حوته لا ينوضو يديروا عليكم محامين ويخرجوكم. لا يمكن انت تيا باغي تمشي للحبس والناس غتنوض دير عليك محامي. لا لا، خاصكم لقاكم القانون يولي يعطيكم من 5 سنين لعشر سنين ديال الحبس، ماشي تدخلوا شهر شهرين وتاخذوا القرقوب وتقولوا احنا مرفوع علينا القلم. هادو خوتي كثروا فيه بزاف هاد اليوتيوب المغربي، ولاو كيضحكوا على المغاربه كيف ما بغاو، وهادي متلوقه على ربعه. ما عرفتش انا علاش هاد السيده متلوقه على الرباع ديالها، كدير ما بغات، كتعير كيف ما بغات، ولا من يحرك ساكينه. وكينوض واحد كيقول لكم انا داعيه، الا ما دخلتش عيشه السراي ديال الحبس راني زاني مع امي. هذا على الجوك تا هو قالها، راني قلتها في الفيديو الاولاني اللي حطيت. طلع لينا خطب عاله قال لك رانا بشي دعيتها. فين دعيتيها؟ اين محكمه ديال اين محكمه؟ اش من بلاد دعيتيها فيها؟ الدعوة ملي كتدعي واحد الانسان راه كتجي على يومين وثلاث ايام، والدعوة كتاخد لكم عام وعامين. هالجوك ما تبقاوش تضحكوا على الناس، ما تبقاش تضحك على الناس. تتا كتثيق فيك نهار الاول، ولكن ملي شفتك كتلعب وطلعتي عاد الزروالي ودرتي معاه فيلم
وخدتي حقك ولا صاحبك، دابا ما بقاتش فيكم الثقة ديال خوانات البلاد يلي كتشراو بدرهم. فيش الآلام، المغرب فيه المجرمين. عرفتي شنو؟ عرفتي أوروبا؟ مالات أوروبا؟ واش عرفتي أوروبا؟ يا كنتي في أوروبا كنت طلعوا مع أمك القراعي وكتنوضي الصباحية وراجلها ها ورياه تينظف الصباح هاو الخرق. كتهز واحد الخيمة، سمحوا لي يا خوتي، كتهز دوك شكارتها، كيهزو الطباسل، كيهزو داكشي اللي كي بوطات صغيورين، كيهزو داكشي وتيمشيو للغابة، تيجلسو تيباتو فيها، تيجلسو يومين في الغابة تلت أيام. وسير نتيا نوضي هزي داكشي وخرجي للغابة، لما يقطعولك راسك ولا تجيبو الطاسلة انتي ولادك. شكون اللي كيقول لك هادشي؟ بين الامان مكاينش الامان. شكون اللي قال لك هادشي؟ كاين حتى الامان في اوروبا. ورا المغربيات على حينهم في وسط الغابات ميتات، ما عارفينش حتى والديهم، ها كيحرقوهم. ها درجه ان داك المجرم اللي ما تشدش ولا غير يشوفني مخاصم مع شي واحد يمشي عنده يقول لي يلا ندعيوا، يلا نديوا الحبس، يلا نديروا ليها. والمخزن تيشوف الجندار والبوليس تيشوفوا داك السيد باغي يهرسني باغي يدخلني الحبس وساكتين. كنا في دولة الحق غادي تسكتوا؟ راه فعلا كون كنتو في دولة ديال الحق وديال هذا اللي دخلكم الحبس ما كنتوش تكونوا بحال هكا. كون كنتو فعلا في الدول العربية ديروا واحد جوج ثلاثة والله ما تبقاو في اليوتيوب، ولكن المغرب عاطيكم الحرية كيف ما بغيتو. خوتي غنكفي معكم هاد الفيديو، طفى ليا اللابتوب حتى لا شجلو شي حد، لانه باينه غتحيد هاد الفيديو، هاد اللايف اللي دارت باينه غتحيدو. ان شاء الله هاد الفيديو غنلوحو لكم اليوم في العشيه. يلا خليتكم على خير، تحاولوا تبارطاجيو هاد الفيديو وديروا ليا لايك، لان هادي ولات كثرات اخوتي بزاف، سابت بزاف وسابوا بزاف ديال اليوتيوبرات، ولاو كيتفقوا باش يطلعوا يضحكوا على الشعب المغربي، منهم الجوك ومنهم بنعاله مرتي، كلشي ولا كيضحك لانكم شافوكم كتبعوهم بزاف وكديروا لهم لايك وسبرشات. انا ما كنهضرش على الناس اللي عا كيتفرجوا فيهم وبحالنا حنا اللي كناخذوا، لا كنهضر على الناس اللي متبعينهم اللي كيديروا لهم لايك وكيديروا لهم سوبر شات وكينوضوا يعيروا في الناس ومالي القنوات. خليتكم على خير، وبحال داك الجوك ملي كيقولوا لي الناس عيب تقول هاد الكلمه، كيقول لهم سيروا الله ينعلمكم الوالدين، ملي كيقولوا لي ما ديرش هادي وما ديرش هادي كيقول لهم سيروا الله ينعلمكم الوالدين، حتى هذيك الكلمه راه خاصو يتربي عليها. راه ما يسحبش راسو كيسوق طوموبيله ولا عدو دير مكانه ولا عدو ولا هادو ولا عدو، راه القانون كاين. خليتكم على خير اخوتي، باباي.